تعالوا لنشوف تاو. يلا نشوف. يلا. طمني خال. هاد كان لجدي محمد أفندي من كركوك، عطاه يا مصطفى كمال باشا بحرب الاستقلال. كان جدي من أوائل الفرسان اللي وصلوا على أزمير، كان عمري 6 سنين. بتذكر كان يقول: نطفوا على مهلك يا جوكشي، هالسيف ميراثه غالي علي وصار لازم نستعمله هلأ. شوف يا خال الموقف يا نقيب باتور، هاي حرب الاستقلال تبعنا، إذا ما استعملناه هلأ إمتى رح نستعمله؟ مو الموصل وكركوك حلم مصطفى أتاتورك؟ إذا هاي القرية بتوقع ما رح يبقى ولا تركماني هون، وانت بتعرف هالشي. هاد السيف ميراث مصطفى كمال، وهلأ لازم نستعمله كرمال التركمان. تفضل، صار دورك. لا عدتك الهم يا خال، هاي الأراضي تركمانية، والكل لازم يعرف إنه هالأراضي تركية ورح تضل تركية. الله يكون بعونكم، الله يحميكم يا ابني باتور. انتبه منيح، انتبه، انتبهوا على حالكم. ما قلت لك؟ النار ما رح تساعدهم بقلب النهار، هن لعبوا بورقتهم الأخيرة وهلأ صار دوري. رح أعمل استعراض أكبر من هاد، أكبر بكثير. صار لازم نكمش هالجنود عايشين ونورجي العالم قوتنا. حضروا الكاميرات، أنا رح أعدمهم قدام العالم كلياته. الكل لازم يعرف مين هو أبو الهاشم، الكل لازم يعرفوا الزعيم. مو هذا اللي كان بده يالي؟ مو كان بده انه نمسكهم وهنن وعايشين؟ هالشي خطير بهالظروف هاي، خلينا نقتلهم وانت خود مصاري. المصاري مهمة بس مو هي هدفي. تخيل قوة الأمير يلي بيعدم الجنود بالعلن يا فيصل. بعتوا رجال للقرية عرفوا إذا خلصت الذخيرة معهم. رح روح لهنيك من شان جيب الجنود، وما بدي ولا فخ. تمام أبو الهاشم.
مثل ما توقعت، علقوا السكاكين بإيديهم. عم تسمع أصواتهم؟ هاي هي أسلحتنا. جمع رجالك، رح ننزل لعندهم. خلينا ننهي هالموضوع.